بصي يا هان، احنا دلوقتي الاوضه اللي احنا فيها دي اسمها ممنوع الضحك. اوكي هنلعب مع بعض ونهزر مع بعض، بس مش هينفع نضحك. لازم نبقى مكشرين. بتعرفي تكشري؟ كشري كده وريني. ايوه كده، ايوه دي حلوه دي. ماشي، بص اول حاجه هنعملها وانتي مكشره، هنحاول نضحك بعض. ماشي خلاص، واللي هيخسر هو اللي هيترش بالبتاع ده. اوكي انتي عارفاه؟ انا بقى اللي هكشر وانتي حاولي تضحكيني. اوكي يلا. انا ما ضحكتش، يبقى انت كده اللي هتترشي. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي هتنفخ البالونه اسرع وتفرقع منها. يلا 1 2 3. انا حاسه انها هتفرقع في وشي. ما هي لازم تفرقع. لازم تفرقع، اللي هتفرقع منه الاول هي اللي هيكسب. كملي كملي، انت انفخت، انا كسبتك، بس انت كملي حاولي، عشان لو دفختي بسرعه هتكسبي انت كمان. لا ارفعيها لفوق كده كده، فوق خالص كده. ايوه كده، هتسندها معاك، هتسندها معاك عشان الهواء يدخل فيها بسرعه. كده انت اللي ايه؟ كسبت. لا خسرتي، عشان انا بتاعتي فرقعت الاول، يبقى انا كده ايه؟ كسبت. هرشك. مستعدة؟ مستعدة قوي؟ مستعدة جامد؟ 1 2 3. خلاص خلاص. انت مبسوط بقى عشان بابا معاك دلوقتي؟ ولا حاسس انك انت خايف؟ مبسوط. صح، وانا كمان مبسوطه ان انت مبسوط. احنا دلوقتي جايبينك هنا ياسين، وجايبين باباك معاك استاذ محمد، علشان نشوف مدى التوافق ما بينكم. تمام تمام تمام. طيب هسالك اسئله يا استاذ محمد، وفي الوقت ده هنسمع ياسين مزيكا. ماشي؟ اتبسط بقى بالمزيكا يا ياسين شويه. ياسين انت سامعني؟ بس كده احنا اطمنا ان ايه؟ ممكن بقى حضرتك تشيل السماعات يا استاذ. تمام. عايزه اسال حضرتك، اكله ياسين المفضله ايه؟ والله هو قليل في اكله، بس يعني رز وملوخيه. رز وملوخيه. ممكن محشي ورق عنب. طيب انا دلوقتي هطلب من حضرتك بقى انك تستمتع بالمزيكا. وهنروح نسال ياسين اسئله عنك. تمام. ونشوف يا ترى هو عارف حضرتك زي ما حضرتك عارف ولا لا. تمام على خير. اتفضل. شكرا ياسين. نعم حبيبي. شيل بقى يلا السماعات، يلا احنا بقينا الصبح خلاص. ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ الرز والملوخيه. برافو. دلوقتي باباك قال لي حاجة عنك، ماشي؟ قال لي إن هو بيحس إنه زعلان منك، عشان أنت عارف كريم وآدم وإياد؟ عارفهم؟ هو بيحس إن هم أذكى منك، وقال لي إنه نفسه إن أنت تبقى ذكي زيهم، ومش عارف يعمل إيه. فتفتكر المشكلة عندك ولا عند بابا؟ عند بابا. عند بابا. ليه بقى؟ عارف. عشان هو بيحبهم اكتر منك؟ فانت زعلت منه؟ طيب تحب ان انا اقول لبابا انك زعلت منه ولا ما اقولش؟ مقوليش. لان هو انا تقريبا كده كل الاجابات بتاعتك واحده، انا واثقه ان لو ادنت انتوا نفس الاجابه. فاحنا هنخلي بابا دلوقتي يسمعنا، ونوعده اوعده اني مش هقول له خالص انك قلت حاجه. ماشي ماشي ماشي. استاذ محمد. ايوه. شيل بقى حضرتك. تمام.
دلوقتي يا استاذ محمد، بما انه انا هنا ممثل يعني حمامه السلام ما بينكم، وعايزه ان انا اصلح كل الامور اللي قد اتلفها الهوى، عايزه اقول لحضرتك بس حاجه واحده. انه ياسين زعلان منك في حاجه، وهو طلب مني وقال لي يا طنط شوشو قولي لبابا عليه عشان هي مزعلاني منه. هو زعلان ان انت بتحب كريم، وقال لي مين تاني؟ قلت مين تاني؟ آدم. وآدم. وآدم بتحبهم أكتر منه، وحاسس إن هما أذكى منه. فهو بيقول لك ليه كده يا بابا؟ تقول له إيه؟ أقول له أنا بحبك أكتر حد في الدنيا يا ياسين. برضه بحبك يا بابا. طب أمال أنت ليه قلت لي إنك زعلان منه يا ياسين ومش هتكلمه تاني؟ أنا هكلمه. خلاص رجعتي في كلامك؟ الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا انا هقول لك، الجهاز ده جهاز كشف الكذب. انت بتكدبي؟ يعني عمرك ما كدبتي في حياتك؟ كدبتي بس كانت مره. مستعد؟ مستعد. يلا. اسمك ايه؟ ياسين. برافو. هنا احمد زهرة. عندك كم سنة؟ 7. يعني بكرة إن شاء الله يبقى عيد ميلادي، المفروض النهاردة بس عشان ده امتحان، فأنا مامي هتعمله لي بكرة. حاسس إنك مبسوط ولا حاسس إنك قلقان؟ مبسوط. حاسة كده وبعدين أرجع كده، حاسة كده وبعدين أرجع كده. تحب المدرسة؟ أه. أول ما أصحى بحس إن أنا مش عايزة، بس لما أروح بحس إن أنا عايزة. يعني أنتي بتحبي النوم؟ طب قولي، مين أكتر حد بتحبه في المدرسة؟ مالك. مين أكتر بقى مدرس ما بتحبهوش؟ مستر عزت. ليه بقى؟ عمل إيه مستر عزت؟ هو ما بيخلينيش اروح في حتة الكبار. بحب البنات. مش بتحب البنات؟ شوية شوية. ماشي. عارفة مستر عزت؟ ايه؟ ده يبقى جوزي. وانتي ما بتحبيش جوزي. ده ينفع؟ بتحبي مستر عزت؟ ايه اكبر مصيبه عملتيها في حياتي؟ وده كان زمان. مش فاكره قوي، فاكره شويه حاجات. فاكره كل حاجه. كنت زمان كاني بحب حد. عايزة أعرف بس حاجة أخيرة، شايفني رفيعة ولا تخينة؟ تخينة. شايفني تخينة؟ أنا تخينة؟ لا. يعني أنا إيه؟ رفيعة. مرسي. ايه اللي انت قاعده عليه ده؟ ده معرفش. ده هيكون في كده وحاجه. ده جهاز كشف الكذب. ليه ده بقى؟ بتعمل ايه ده بقى؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ لما اروح على العرب. عندك كم سنه؟ 8 سنين. ها؟
حاسه انك مرتاحه ولا حاسه انك خايفه؟ حاسه انا مرتاحه. ايه مرتاحه ولا خايفه؟ خايفه. انت بتحب المدرسه؟ اه جدا. تحب اصحابك في المدرسه؟ كلهم؟ كلهم كلهم. مين في المدرسة ما بتحبهوش؟ مثل اللي بتسرق جنبي. بتسرق؟ بتسرق مين؟ تسرق زمزميتي وانا اللي اروح اجيبها. بتحب المدرسة ليه؟ عايزة اطلع حاجة دكتور كده. بتحب المدرسين بتوعك؟ اه. كلهم؟ اه. كلهم؟ تحب تعوم؟ تعمل بيبي في حمام السباحة؟ يا رب. خد نفس كده عميق. خدته؟ وريني كده النفس تاني. اعمل كده مرة كمان. مامتك وباباك بيضربوك؟ انت يا محمد عسل وانا بحبك. وعايز اسالك اخر سؤال، انت شايفني ازاي؟ شايفني تخينه ولا شايفني رفيعه؟ لا تخين. قول قول. ها يا رب. فيا برافو عليك. بص يا حبيبي انت كسبت.